أقبل الشتاء فاسودت السماء وهاجت الرياح وخاف الأرنب الصغير. في أحد الأيام وفي قرية صغيرة ريفية جميلة كان يوجد راعي. خطر في بال هذا الراعي فكرة إخافة أهل قريته، فصعد على مرتفع وبدأ يصيح وينادي: أكلتني الذئاب والوحوش، أنا وجميع الحيوانات، أسرعوا أنقذوني. فما أن سمع أهل القرية هذا حتى تركوا أعمالهم جميعها وحملوا أسلحتهم بأيديهم وذهبوا إليه. ولما وصلوا بدأ الراعي يضحك ويهزأ منهم، فعاد أهل القرية إلى قريتهم. وبعد عدة أيام كرر الراعي هذه القصة مع أهل القرية، وظل يكررها يوما بعد يوم. سمع أهل القرية صياح الراعي ولكنهم لم يكترثوا له. غابت الشمس وحان موعد عودة الراعي والحيوانات إلى القرية، وحل الظلام ولم يعد الراعي حتى الآن. فاجتمع أهل القرية وتوجهوا إلى مكان الراعي، فلم يشاهدوا سوى ملابس الراعي الممزقة وبعض العظام، فعادوا إلى قريتهم حزينين، وأصبحوا يطلقون عليه وهو ميت الراعي الكاذب.